تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تضع المكياج على وجهها علما بأنها توضأت ثم وضعت المكياج؟ الظاهر أن المكياج ليس له طبقة تمنع وصول الماء، فليس هناك فرق بين أن تضع المرأة قبل الوضوء أو بعده، ولكن يبقى النظر في استعمال المكياج هل هو جائز أو غير جائز. نقول إن كان خديعة وغشا مثل أن تتمكيج المرأة عند رؤية خطيبها لها فهذا لا يجوز، لأنه غش وخديعة من وجه، ولأنه ليس للمخطوبة التي يريد خاطبها أن ينظر إليها أن تتجمل، لأنها لا زالت أجنبية من الرجل. وأما إذا لم يكن غشا ولا خداعا فليسأل الأطباء هل هذا ضار في المستقبل أو لا، لأننا سمعنا أن المكياج الذي يعطي البشرة جمالا يكون في النهاية ضررا على المرأة بحيث تتغير بشرة الوجه بسرعة، فليراجع الأطباء في هذا. نعم.